أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتبة سارة جميل تقول فيه: حصار وجوع وفقر، هذا هو حال العراق على مر العقود المنصرمة. عاش العراقيون وشهدوا الكثير من الأحداث والأزمات والنكبات، ومع ظهور الوباء العالمي كورونا عام 2020 زادت معاناة العراقيين، لأن الحكومات لم تتدارك المخاطر المحدقة بالشعب واكتفت بالوعود الكاذبة لخداع المواطنين. ومع الإغلاقات التي فرضتها الحكومة في العراق ارتفعت نسب الفقر فيه، وبحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط فإن أكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. وعندما قررت الحكومة في العراق الإغلاقات تركت الفقير يعاني دون توفير حلول لمعاناته. مع معاناة العراقيين التي لا تنتهي، تأثر العراق بالنزاع الأوكراني الروسي. رغم بعد العراق جغرافيا عن هاتين الدولتين، إلا أن انعدام تأمين الحاجات الضرورية محليا جعلت العراق يتأثر بأي أزمة دولية تضرب العالم. ولذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأهمها الزيت والقمح مرة أخرى، بسبب اعتماد العراق على استيراد القمح من أوكرانيا، على الرغم من خصبة الأراضي العراقية التي وصفت بأرض السواد، إلا أنه لم يستثمر هذه الأراضي للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ولأن الحكومات في العراق لم تضع أي خطط لما بعد الحرب، ولم تفكر بتلافي الأزمات التي تمس قوت المواطن، وقع المواطن ضحية لسوء إدارة الأزمات في العراق، وكان على الحكومة أن تخفف من معاناة المواطن بتفعيل البطاقة التموينية وتوزيع مفردات البطاقة شهريا بواقع 12 حصة في السنة وليس 6 حصص كما يحصل الآن، وتعمل على زيادة مفردات البطاقة التموينية وتوفير الرواتب المناسبة لمن تشملهم الرعاية الاجتماعية، خاصة وأن العراق بلد غني قادر على توفير رعاية للفقراء، خصوصا أن أسعار النفط ارتفعت بشكل مضاعف وانتعشت خزينة الدولة، مما يسهل في رفع معاناة الفقراء. وإلى صحيفة المدى، حيث يقول الكاتب علي حسين بمقال فيها: عندما تقرأ في الأخبار أن مدينة مثل الشطرة تسيطر عليها بعض العشائر وتفرض قانونها على مؤسسات الدولة وعلى المواطنين، عندما تسمع أن عشيرة لم يعجبها حكم القضاء بتبرئة مواطن فقررت أن تعدمه في الشارع أمام أنظار القوات الأمنية التي كانت مهمتها حماية هذا المواطن، عندما تشاهد القوات الأمنية عاجزة عن الوقوف بوجه عشائر خارجة على القانون، وعندما تقرر عشيرة أن تقتل ضابطا كبيرا في الجيش ذنبه الوحيد أنه حاول التوسط لفض نزاع عشائري، فعلينا أن ندرك أن القانون تحول إلى مادة فكاهية يمكن تقديمها على شاشات الفضائيات. إن المشهد يبدو مثيرا للدهشة حين يقف البعض وسط البرلمان ليطالب بضرورة تشريع قانون المجلس الوطني للعشائر لتهذيب الأعراف الطارئة على المجتمع العراقي، ولكي يكتسب ما ينظمه المجلس صبغة قانونية للالتزام بما يصدر عنه في القضاء على العادات والتقاليد السيئة. الجزء الأكبر من أخبار هذه البلاد مضحك، وكان أشدها سخرية هو الخبر الذي صفقت له وزارة المالية، والذي يقول إن الناتج المحلي العراقي سيتجاوز قطر والسعودية والإمارات. ولكي تكتمل الفكاهة، فقد أخبرنا أصحاب الخبر الغريب أن العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022،
ولن أحيلكم إلى تصريح لوزارة التخطيط يوم 10 من هذا الشهر، والذي أكدت فيه ارتفاع نسبة الفقر في البلاد عام 2022. أعرف قليلا في الاقتصاد، لكنني أعرف أن الفقراء في العراق لا تشغلهم تقارير البنك الدولي، ولا يهتمون لابتسامات وزير المالية، ولا يهمهم تحول هيثم الجبوري إلى آدم سميث العراق. فقررت الدولة أن تستعين به مستشارا لوضع العراق على قاطرة المستقبل. وأعتقد أن العراقيين لا يشغلهم كم تبلغ نسبة النمو، ولا تشغلهم بيانات البنك الدولي عن ثمار التنمية. كل ما يشغلهم عجزهم الشخصي عن تلبية احتياجات أسرهم، وأن يملكوا مالا كي يروا ثمار التنمية في سكن صحي وكهرباء مستقرة ومستقبل آمن لأبنائهم. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب جاسم الشمري: لا يمكن تصور دولة قوية منسجمة ومتطورة دون وجود مجتمع متماسك ومتلاحم ومتقدم، أو دون إنسان مجتمع متعلم وفاهم يحب الحياة والأرض ويسعى لعمارتها ونشر الأمن والخير في ربوعها. ويعاني المجتمع العراقي منذ سنوات من تركيبة معضلات متنوعة، وهي إشكاليات لم تكن موجودة سابقا في المجتمع بهذا الحجم وبهذه البشاعة، ولكنها مع الفوضى السياسية والأمنية والقانونية صارت حالة متنامية، وصرنا نسمع بقصص حوادث منزلية ومجتمعية بشعة في كل ساعة تقريبا. والعجيب أن الناس يمرون عليها مرور الكرام الذين لا يعنيهم الأمر، فكيف يمكن تفسير تنامي هذه الظواهر المجتمعية القاسية، ومن القتل والانتحار والاختطاف والسرقات العلنية والخمول في العلاقات الإنسانية وغير ذلك من الظواهر السلبية التي تركت عموم المجتمع في حيرة ودهشة قاتلة؟ سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت نهاية العام 2021 أن عراقياً واحداً من كل 4 يعاني من هشاشة نفسية، في بلد يوجد فيه 3 أطباء نفسيين لكل مليون شخص. هذه الضغوطات المجتمعية والحياتية قد تدفع بعض الناس الضعفاء للهروب من الواقع واللجوء إلى نهايات تفجيرية، ويفضلون الموت بالانتحار ظناً منهم أنه الطريق الأفضل للخلاص والهروب من المجهول. وبرزت ظاهرة الانتحار في العراق بعد العام 2003 بشكل تدريجي، وقد بدأت بعشر حالات تقريباً في العام 2003، وتنامت تدريجياً حتى وصلت إلى 100 حالة في العام 2009. ومنذ العام 2010 صار الانتحار بالمئات سنوياً، وقد بلغ 772 حالة في العام 2021، وبمجموع 6108 حالة انتحار ما بين 2003 و2021، وبمعدل 322 حالة سنوية. ولا يمكننا هنا تجاهل آفة المخدرات عند الحديث عن الانتحار، حيث يعاني نصف شباب العراق رسمياً من انتشار كارثة المخدرات التي تفقد الإنسان القدرة على التحكم بقراراته المصيرية ومنها الحياة أو الانتحار. فمن الذي أوصل العراق وأهله باعتراف السياسيين وقراءة الواقع إلى هذه الدركات المخيفة من الدمار المجتمعي وفقدان الأمل؟ قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إيران على بعد أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الأسلحة النووية. أشارت الصحيفة الأمريكية في مقالها إلى أن مجموعة خبراء بارزين دعوا الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستكمال المفاوضات مع إيران بنجاح من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي عام 2015. ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم إن الإخفاق في العودة عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي في 2018 سيزيد من خطر تجاوز إيران للعتبة النووية. المفاوضات التي بداها بايدن مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق لم تأتي بجديد حتى الآن،
مضيفة أن أطراف المفاوضات متشائمون من إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة لاستئناف اتفاق 2015 والذي بموجبه حدت إيران بشدة من برنامجها النووي. وأوضحت أن مستشاري بايدن يعدون أن حصول ذلك سيكون غير مقبول سياسيا. ونوهت الصحيفة إلى أن الجهود الأوروبية تمثلت في إقناع أمريكا بعرض رفع جزئي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وحث إيران على الرد بالمثل في المجالات التي تهم الولايات المتحدة خارج حدود الاتفاق النووي والتي تشمل دعم طهران الميليشيات خارج أراضيها وبرنامج صواريخها الباليستية. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن عدداً كبيراً من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين رفضوا إجراء أي اتفاق مع إيران، مشيرة إلى أن الرفض بلغ ذروته بعد انتشار التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن تنظر في إمكانية رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني من القائمة الإرهابية. وفي عام 2017 أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وفرضت عليه عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا. نشرت صحيفة سفابودنايا براسا روسية تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانضمام المحتمل للسويد وفنلندا إلى الناتو المدفوع بتطور الأزمة الأوكرانية الروسية باعتبارها خطوة تهدد بإضعاف التحالف وتفككه. وقالت الصحيفة في تقريرها إن موجات توسع حلف شمال الأطلسي عقب الحرب الباردة لم تعد بالنفع عليه أو على شركائه، بل على العكس من ذلك حملته نفقات إضافية ووسعت نطاق المسؤولية الدفاعية للحلف. بحسب الصحيفة فإن الكاتب التركي حسن بصري يالجين يرى في مقال نشرته صحيفة الصباح التركية أن الحلف تحول إلى أداة أيديولوجية حملته الدول الأعضاء المنتمية لأوروبا الشرقية وغيرها التي تسعى للانضمام إليه على غرار السويد وفنلندا، حملته مسؤوليات جديدة دون تقديم مساهمة مقابل ذلك. نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الخبراء في صندوق التنمية الاستراتيجية الروسي إيغور شاتروف قوله إن بروكسل تسعى إلى إظهار إمكانيات الناتو التوسعية لكون ذلك يعكس حيوية المنظمة بحسب ما يعتقد الخبراء الاستراتيجيون من واشنطن، وبخصوص عما إذا كان لتركيا تحيز تجاه فنلندا أو السويد أو ضد توسع الناتو كله. فأفاد شاتروف بأن تركيا عضو مميز في الناتو وتمتلك أكبر جيش بعد الولايات المتحدة في ذلك الحلف وتسيطر على مضيق البحر الأسود وتعد بوابة الناتو نحو الشرق الأوسط. ولفت إلى أن تركيا تخشى مراجعة اللوجستيات داخل حلف الناتو وتغيير استراتيجية الحلف ومضاعفة التركيز على الاتجاهات الشمالية والبلطيقية وحتى القطب الشمالي بحسب الصحيفة الروسية. وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت دول الناتو مستعدة حقا لخوض حرب مع روسيا، وبالنظر إلى امتلاك فقط الولايات المتحدة وتركيا جيوشا قوية، هل يخدم شن حرب ضد روسيا مصالح أنقرة؟ وتعليقا على هذا نقلت الصحيفة عن المحلل البارز بوكالة الاتصالات السياسية والاقتصادية ميخائيل نيزماكوف قوله يؤمن الوسط السياسي التركي بوجود علاقة بين السويد وقوات سوريا الديمقراطية التي تعرف بكونها تحالفاً يضم جماعات مسلحة كردية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً أعدته ليلى عبود من باريس بعنوان مطلب كرامة، كيف فقد المسلمون الفرنسيون الثقة بماكرون بعد التحول الأمني؟ وبدأت الكاتبة مقالها بالحديث عن زهير إيش شتواني الذي دعم حملة إيمانوي ماكرون لرئاسة عام 2014، وعلق صور المرشح الوسطي في كل أماكن حي باريس الشمالي إنيسروس سورسين الذي يعتبره موطنه، وبعد 5 أعوام تراوده الرغبة بالتصويت في ورقة فارغة بجولة الإعادة بينه وبين المتطرفة مارين لوبان في 24 من نيسان إبريل. والأسباب كثيرة وتضم القوانين الأمنية التي يرى إيش شتواني أنها استهدفت وبطريقة غير متناسبة المسلمين.
تعكس مرارة أشتوان الضرر الذي أحدثه ماكرون على الناخبين من خلال تحوله نحو اليمين المتطرف والتركيز كرئيس على الشؤون الأمنية بين المسلمين الفرنسيين البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، والذين يصوتون عادة للمرشح الميال إلى اليسار. وهذا ما يفسر سبب تصويت نسبة 69% من المسلمين لمرشح اليسار جان لوك ميلينشون في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 نيسان أبريل، في وقت تراجعت فيه شعبية ماكرون بينهم 10 نقاط من 2017 حسب مركز استطلاعات إيفوب، وكان أول تحرك له زيادة قوى الشرطة وسلطاتها الرقابية كجزء من تشريع ضد الإرهاب، حيث حذر جماعات الحريات المدنية من أنه سيشمل المسلمين جميعا، بالإضافة إلى قانون آخر وهو الانفصالية لمراقبة المناطق ذات التأثير الإسلامي المتطرف، والذي منح الدولة القوة لإغلاق المساجد ومراقبة الجماعات الدينية. وحاول في أثناء حملته الانتخابية التركيز على سجله الليبرالي، وانتقد لوبان والتي تخطط لمنع الحجاب محذرا إياها أنها ستستبعد ملايين الفرنسيين بسبب دينهم ومن إشعال حرب أهلية. وعندما سألها في مناظرة الأربعاء إن كان حظر الحجاب مصمما لمكافحة التطرف الإسلامي، ردت بحسم: إنني عاجزة عن الكلام. فقدت زوجها وأبنائها 5 بهجمات نظام بشار الأسد، وانتهى بها المطاف غريبة في بلادها. تعيش وحيدة في بيت مهجور بلا أبواب تخشى فيه الكلاب الضالة. ذلك هو حال المسنة الأرملة الثكلة عائشة صابر من محافظة حماة سورية، البالغة من العمر 85 عاما بحسب صحيفة القدس العربية. في بداية الحرب المندلعة منذ عام 2011 فقدت العجوز زوجها في بلدتها بريف حماة، وانتقلت بعدها لتسكن عند أقاربها في مدينة حلب هاربا من اشتداد القصف، فلحق بها قصف النظام وهجماته، حيث سقط 4 من أبنائها قتلى في حلب عام 2015. بقي معها ولد واحد حين وصلت إلى بلدة تادف، وفي تادف قتل آخر أبنائها في هجوم للنظام على المدينة. ومع خسارتها لزوجها وجميع أبنائها لم تنتهي مأساة المرأة العجوز، فهي تعيش في بيت بلا أبواب وبلا أي نوافذ، فتبيت خائفة من أن تقتحم الكلاب الضالة مخدعها، وتأمل أن يتم تركيب أبواب ونوافذ لمنزلها لتعيش شيئا من الأمان الذي فقدته لسنوات، كما تنتظر أن تمتد لها يد المساعدة في شهر رمضان المبارك، فهي أحوج ما تكون للمساعدة. والآن مشاهدينا إلى رسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. مشاهدين في صدى أقلام جديد، نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير.